تحديث اسعار معرض برايدة هايلكس 2016 دبل خليجي ب 92 قرادي. بنزين متوسط سيء. اغلب السيارات اللي ما قد اللي بعضهم يقولوا لي ليش ما تصوره من داخل، فكلهم مصورين اكثر السيارات هذه كلهم مصورينها بالتفصيل من داخل، تجون تلقونه قسم الفيديو. هذا اف جي، اف جي محمد، الاف جي هذا في طيمي ولا بريمي؟ ها؟ بريمي اكستريم 131. هزاز دب ايش اسمه هزاز اكستريم في زي نظام الزحف اللي موجود في الاكسار. هذا نزل بالفطيمي عندكم ازرار تحكم الدركسون بوصله زر معنا انزلاق فتحة USB حساسات مثبت سرعة. نيكل على الاسطوب نيكل شكمان اكستريم جي اكسار 8 سلندر بدون فتحة وبدون دفلك 185 بريمي ولا بريمي جي اكسار 8 سلندر بدون فتحة بدون دفلك جنط حديد عريض بدون زيك جانبي بدون حساسات وبدون صفط مرايا فيه ازرار تحكم ودركسون فيه مثبت سرعة طبعا هذا CD مو شاشة دبل خفيف دبل ثقيل ما في شحن وايرلس تخشيب الدركسون على الجوانب
بدون حساسات وراء. بدون حساسات قدام. هذا الفلون في الكامل اللي هي ليمتد 140 خليجي طبعا. اللكسز هذه اللي هو سي سي صورناها كلها بالتفصيل. الثمان سلندر هذه انباعت على كلام 6 سلندر اللي كانت سبورت موجودة انباعت.